الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطة كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايو ده صوره محترمه وانت مهزقه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، بتاع عايزين تبقى خاطر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى يا هيما. يا هيما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بكوين يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين غيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هان بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوف لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي، تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكة تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخن ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخن العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك العلوي؟ هايدي تعالي يا مجنونة تعالي بس تعالي. ايه ده تعالي تتجننتي؟ يب يا بنت السلطان حني على الغلبان، الميه في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب ميه زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي ميه زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي، الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا مالي يا ذنبي يا بنتي؟ طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا مالها انا البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها، بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص انصاف. بص انصاف، خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حنادينا. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى الله. وانت
صباح الخير. أنا صباح الخير. مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سكا، مش لاقي يا خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. نزلت كبيره ازيك، لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا، اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست ايام بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما بس قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا يوه، وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيها وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفة تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخي ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق أرض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه؟ لا أرض الله واسعة يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، مش عايزك تقلقي. أنا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، إن شاء الله هيلاقوها. إيه كوريا، أنا جات لي فكراية. أنت تديني صورة خالتك والتليفون بتاعك وصورهم 500 صورة ورزقهم على كل الأتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط لنا التليفون على الاوتوبيس. ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خيه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه وفين اللي مكفيني؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتني وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. هروح ادور عليها، ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذئاب الجبل. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش، سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟